السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي نتكلم عن قضية التمذهب ومذاهب الأئمة وحكم سير الإنسان على مذهب من هذه المذاهب، وذكرنا أن الاتفاق منعقد على ذم التعصب، بمعنى موالاة أصحاب المذهب ومعاداة غيرهم من المذاهب، وكذلك الاتفاق حاصل على قبول وجود المذاهب الفقهية الأربعة، وأنه لا تصح الدعوة إلى إلغائها ونبذها أو حرق كتبها أو غير ذلك. كذلك أن المتمذهب إذا بلغ رتبة الاجتهاد وخالف مذهب إمامه لرجحان غيره فقد أحسن، وقلنا إن هذا مقيد بالتأهل. وأما غير المتأهل فسنبين حكمه، وكنا قد تكلمنا عن قضية وهي طريقة الأئمة الأولين في النظر في المسائل الفقهية. يعني أعطيكم مثال على هذه القضية. الآن لما نأتي إلى قضية مس المصحف بغير طهارة، كيف تبحث هذه المسألة؟ تجد كثير من الباحثين ومن من يتكلم في هذه المسألة من يرجح فيها من المعاصرين من طلبة العلم، يقول لك تعال هذه المسألة ورد فيها قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، والصحيح أنه يراد بذلك الملائكة. طبعا من أين أتى أن الصحيح أنه يراد بذلك الملائكة؟ تقليدا لبعض المفسرين، شوف تقليدا ما هو اجتهادا، ماشي؟ ليش ما هو اجتهادا؟ لأنه لم يقف على جميع الآثار الواردة عن المفسرين في تفسير هذه الآية، فضلا عن أن يقف عليها مع دراسة أسانيدها. طبعا هذه قصة أخرى، يعني نريده نسأله هل أنت وقفت على جميع ما قاله المفسرون من الصحابة ومن التابعين في تفسير هذه الآية؟ يقول لك لا، صح؟ طيب فكيف لو سألته هل درست أسانيدها؟ هذا مرتبة أخرى طبعا. وإذا قال درست أسانيدها، تقول له درست أسانيدها عن طريق تقريب التهذيب وقلدت الأئمة في توثيق الرجال وتضعيفهم؟ طبعا هنا مراتب متعددة، كلها ستجد أنه مر بثلاثة أو أربع مراحل من التقليد، ثم ينتج بعد ذلك ترجيحا يتصور الشخص أن هذا الترجيح اجتهاد، تمام؟ فلا، هو لم يجتهد في معرفة الرجال، وإنما قلد في ذلك من حكم عليه من العلماء. وبالمناسبة العلماء لما يحكمون على الرجال ليس بالضرورة أن يحصل الاتفاق بينهم، كثير من الرجال مختلف، بعضهم يقول ثقة وبعضهم يقول ضعيف، صح ولا لا؟ فكيف تحكم بينهم؟ يقول لك الجرح مقدم على التعديل. هذه القاعدة لما نقول الجرح مقدم على التعديل، الآن أنت ترجح في أي القولين تقلد؟ يعني هل أقلد القول من يجرح ولا قول من يعدل؟ يقول لك لا، قلد قول من يجرح، لأن الجرح مقدم على التعديل، بمعنى أن هذا الآن ليس اجتهادا. بمعنى الاجتهاد الآن إذا تريد أن تجتهد في الحكم على الراوي، خلينا نمسك القضية من أولها. الآن أنا أبغى أدرس المسألة ولا أريد أن أقلد أحد، أول شيء كل راوي من رواة هذا الحديث الوارد في إسناد أي حديث أو أثر في المسألة لابد أن تعرف حال هذا الراوي، تعرف حاله من تقريب التهذيب ولا من تهذيب التهذيب ولا من تهذيب الكمال؟ لا، لأنه كذا ما تبغى تقلد أنت، صح؟ تبغى تجتهد. إذن ماذا تصنع مع هذا الراوي حتى تحكم عليه؟ نقول تجمع مروياته. الراوي هذا اللي ورد عندك روى مثلا 1650 حديث، تجمعها. طيب وش تسوي فيها بعد ما جمعتها؟ تمسك كل حديث من هذه الحديث فتقارنه بمن شاركه في رواية الحديث، وتشوف والله هذا الحديث رقم واحد، الآن رقم واحد من 1600، بدأنا في الحديث الأول فوجدنا أنه قد رواه عدد من الأئمة الأثبات، فوجدنا أن هذا الراوي رواه بنفس اللفظ وبنفس الصيغة، عرفنا أنه حطينا صح على الحديث رقم واحد، رقم اثنين، لقينا مثلا من 1650 أنه وافق يعني أنه وافق الأثبات مثلا في 1500 حديث، وفي خمسة أحاديث خالفهم مخالفة يسيرة، وفي حديث واحد خالفهم مخالفة بينة، وفيه عندنا 100 حديث لم يروها غيره. جيد، وش يسوون الأئمة؟
المتأخر يظن الأئمة مثلا حكموا على هذا الراوي بأنه ثقة، تمام، لأنه في الجملة موافق وضابط. طيب في حديث من حديثه خالف فيه الأئمة الأثبات، يحكم على هذا الحديث بإيش؟ يحكمون عليه بالضعف. طب الراوي ثقة ولا ما هو ثقة؟ يقول لك كيف هل هذا الحديث، يمسك الآن باحث متأخر يقول لك يا أخي الحديث صحيح فيه فلان وثقه أحمد ووثقه ابن المعين ووثقه ابن المديني وقواه النسائي، كلهم اتفقوا على أن هذا الراوي ثقة، ثم يضعفون الحديث. فيجي المتأخر لأنه ما يفهم القضية يقول كيف يضعفون الحديث، ما هكذا تعلى الأخبار يا ابن المديني، تمام، كما قال بعضهم. فيقول لك لا، الحديث كل الرواة ثقات. يا أخي هؤلاء الذين وثقوا الراوي هم أنفسهم الذين ضعفوا الحديث، لأنهم قالوا هذا الراوي حديث من حديثه مرفوض لأنه خالف فيه الثقات، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ، صح ولا لا؟ فإذا حكم على حديث من حديثه بأنه أخطأ فيه يرد ولا ما يرد؟ مع أنه ثقة، مع أنه ثقة. فيجي المتأخر يقول لا الحديث صحيح، ماشي، يصحح الحديث ويأتي ويعترض عليهم، مع أنه أصلا ما أخذ كون الراوي ثقة إلا منهم وتقليدا لهم. طيب الآن لما درس هذه 1600 حديث، وبالمناسبة العملية هذه لوحدها، الآن نحن ندرس رجل واحد من رجال إسناد واحد من واحد من أحاديث الواردة في واحدة من المسائل، خلاص، عشان تدرس هذا الراوي عن طريق الاستقلال والاجتهاد كم تحتاج؟ سنة. هذا اللي ما شاء الله شاد حيله. طبعا تقول للأئمة كيف حصل منهم هذا؟ نقول للأئمة حصل منهم هذا لأنهم كانوا يحفظون. الآن لما حفظ 1000 حديث، عملية الدراسة هذه أنت ما تحفظ 1600 حديث، قاعد تدورها من بطون الكتب، صح ولا لا؟ لكن هذا الذي يحفظ 1000 حديث، العملية هذه تتم عنده شيئا فشيئا، أصلا في زمن الطلب كل ما حفظ حديث جديد على طول يدخل في الكمبيوتر ويعمل مقارنة بين هذا الحديث، طيب هذا الحديث سمعناه من شيخنا فلان عن مالك وهذا الحديث، فالعملية هذه أصلا حاصلة لهم في أثناء تحفظهم وفي أثناء تحصيلهم للحديث. أما أنت اللي ما تحفظ إلا 40 النووية والعمدة الأحكام مثلا والجيد يحفظ بلوغ المرام، فالعملية بالنسبة له أصلا هذه لا تحصل له لأنه أصلا لا يحفظ الأسانيد، واضح؟ طيب انتهى من دراسة الرجل الأول وتوصل بعد سنتين، وقيل بعد سنة، تمام، إلى أن الراوي الأول من رجال الإسناد الأول للحديث الأول في المسألة الأولى أنه راوي ثقة. بدأ في السنة الثانية يدرس إيش؟ الرجل الثاني في الإسناد وتوصل إلى أنه ثقة، والثالث وهكذا. طيب لسه، لأن نحن ترى ما خلصنا المسألة، عندنا الآن المسألة دليلها من القرآن، نحن قاعدين ندرس أحد الآثار الواردة في تفسير هذه الآية. خلصنا بعد ما أدري كم سنة، وبعدين خشينا في الحديث النبوي وجمعنا أدلة المسألة، لا يمس القرآن إلا طاهر، تمام. ثم بعد ذلك ينظر في أدلة، يعني بعض الناس يتصور، وأنا قلت لكم هذا الفرق، يعني الآن بعض الناس يبغى يرجح في هذه المسألة، ماذا يقول؟ يقول لا يمسه إلا المطهرون، لا يراد بها مس المصحف وإنما المراد الملائكة، انتهينا. طيب لا يمس القرآن إلا طاهر، قال لك الطاهر محتمل أن يكون هو الطاهر من الشرك، ومحتمل أن يكون الطاهر من الحدث، هذا إذا صح الحديث، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا بأس بمس المصحف من غير طهارة. اللي بعده انتهى الاجتهاد في المسألة على هذا النمط، خلصنا الاجتهاد هذا والترجيح، تمام. الفقهاء الأصوليون يعرفون الاجتهاد، طبعا الاجتهاد من المجتهد، يقولون هو استفراغ الفقيه وسعه في درك حكم شرعي، يعني حتى قال بعضهم حتى يظن أنه لا يمكن أن يقف على مزيد في المسألة. طيب انتهت المسألة بهذا الشكل، لكن عند المتقدمين لا تبحث المسألة أبدا بهذا الشكل. وين آثار الصحابة؟ الآن كثير من الناس يقول يجوز مس المصحف بغير طهارة، هذا هو الراجح. ليش؟ قال لأنه لا يمس إلا المطهرون الملائكة، ولا يمس القرآن إلا طاهر محتمل، وأصلا الحديث في ثبوته نظر، انتهت المسألة. لا، عند المتقدمين ما انتهت المسألة، فإن المسألة فيها آثار من الصحابة، ورد عن سلمان، عن سعد بن أبي وقاص، عن فلان من الصحابة أنهم قالوا لا يجوز مس المصحف بغير طهارة. هذه الآثار أصلا مغفلة عند كثير جدا من الباحثين المعاصرين. طبعا هذا الذي نتكلم عليه يمكن أحسنهم حالا، بعضهم لا يرجح
يعني بنظريات حديثة، أنا أسميها النظريات الحديثة في الترجيح. من النظريات الحديثة في الترجيح نظرية المتوسط الحسابي. المتوسط الحسابي في الرياضيات تعرفونه، ها؟ يعني تأخذ أعلى رقم وآخر أقل رقم وتقسم على اثنين، الناتج هو إيش؟ المتوسط الحسابي. بعض الباحثين اليوم يجي يقول المسألة فيها القول الأول والقول الثاني والقول الثالث. القول الثاني هو الوسط، هو الراجح، لأنه هو القول الوسط، تمام؟ متوسط الحسابي. وفي بعض النظريات الأخرى يقولك هذا القول الأول هو الأسهل من ناحية التطبيق، وأما القول الثاني يعسر تطبيقه، فلذلك هو القول الراجح. والثالث بعضهم يرجح بالمصلحة، يعني دون أن نحن لا نتكلم عن أن يأتي هذا الشيء مرجح بعد استيفاء الأدلة. إذا تكافأت الأدلة وأتى هذا مرجح هذا له وجه، لكن نحن نتكلم واحد يأتي مثلا يقول هل الطلاق الثلاث من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد تقع ثلاثا ولا واحدة؟ يقول لك يا أخي لو قلنا تقع ثلاثا بنفرق بين الناس، وكم من البيوت تتهدم بهذا القول، تمام؟ وهذا يفكك الأسرة، وين الأطفال يروحون؟ ويقول لك كلام يمكن تبكي أنت بعد شوي، تمام؟ لكن هذا ليس مرجحا. المرجح تأتي لأدلة الشرعية في المسألة، الأدلة الشرعية. يقول لك لا يا أخي مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة الحفاظ على الأسرة وما إلى ذلك. نقول كل هذا الكلام لا يصلح أن يكون يعني دليلا في مسألة فيها نصوص شرعية. النصوص التعامل الترجيح والاجتهاد في النصوص الشرعية تأتي للحديث، حديث صحيح تدرس سناده صحيح ولا ضعيف، تجمع أدلة المسألة من القرآن من السنة من آثار الصحابة. أما الترجيح هكذا بمجرد أنه ظهر لك المصلحة، أو الترجيح بالعواطف أنه والله يا أخي الأسرة بتتفكك والرجل يحب زوجته وميت فيها، فكل هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر في مسائل الترجيح. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن الأئمة الأولين كان نظرهم في المسائل، كان نظرهم في المسائل يعني لا مما لا يكاد يمكن أن يطبقه طلبة العلم اليوم. فنقول الترجيح إذا حصلت الأهلية وخالف الإنسان ورجح فهذا مأجور وهذا محسن، وأما الإنسان الذي يرجح دون أن تحصل له الأهلية فنقول إذا مالت نفسك إلى قول الشافعي فلا بأس عليك أن تقلد، أن تقلد بس حط خط تحت تقلد قول الشافعي، لكن أن مالت نفسك إلى قول الشافعي فتأتي لتقول الإمام أحمد خالف النص في هذه المسألة والإمام الشافعي هو أسعد الناس بالسنة في هذه المسألة، فلم تصل إلى مرحلة لتنصب نفسك حكما على أئمة الإسلام في مثل هذه المسائل. طيب، وسيأتي معنا كلام عن قضية أسباب اختلاف العلماء. طيب، المسألة الرابعة في محل الاتفاق أنه لا خلاف في قبول التمذهب بمعنى التخرج على مدرسة فقهية أصولية مع العناية بالدليل والطلب الراجح، حتى لو كان انتساب، يعني انتسب للمذهب يقول أنا حنبلي، ما معنى حنبلي؟ يقول أدرس المذهب الحنبلي وأعرف أدلته وأعتني بأدلة المذهب، في مشكلة في هذا؟ هذا تفقه في الدليل ولا ما هو تفقه في الدليل؟ نعم، هذا تفقه في الدليل بلا شك. يعني إذا أخذت الدليل من كتاب المغني هل هذا يعتبر ليس من فقه الدليل؟ وإذا أخذت الدليل من بلوغ المرام يكون هذا من فقه الدليل؟ ها؟ لا، فهذا من فقه الدليل، وهذا التمذهب بمعنى التخرج أمر سائغ وسار عليه العلماء، بل إنك لا تكاد تجد يعني في أغلب العلماء والفقهاء كبارا وصغارا على مر التاريخ الإسلامي من بعد المذاهب الأربعة لا تكاد تجد من الفقهاء المبرزين أحدا إلا وهو منتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة وتخرج على واحد منها، صح ولا لا؟ الإمام أبو جعفر الطحاوي. الآن لو أردت أن تذكر عالما من بعد الأئمة الأربعة يعني بعد استقرار مذاهبهم إلى ما قبل 100 سنة من الفقهاء المعروفين بالإفتاء والقضاء والتصنيف الفقهي لا تكاد تجد إلا شخص وهو منتسب إلى أحد المذاهب الفقهية. شيخ الإسلام بن تيمية حنبلي رحمه الله تعالى، الإمام النووي شافعي، العز بن عبد السلام شافعي، صح ولا لا؟ مثلا القرافي مالكي، تمام، إلى آخره، الكاساني من الحنفية وغير ذلك.
وهذا أمر يعني لا إشكال فيه ولا حرج عليه. وهذا نظير الإنسان يقول والله أنا أزهري، تمام، يعني هو ليس مثله بشكل يعني مماثل 100%، ولكن ما المانع يعني يقول أنا أزهري، يعني تخرجت من الأزهر، في مشكلة لذلك؟ في مشكلة؟ في مصر يقول لك فلان أزهري يعني تخرج من الأزهر، ودرعمي يعني تخرج من ها يا شيخ من دار العلوم، صح ولا لا؟ وما إلى ذلك. فهذا الانتساب إذا لم يصاحبه تعصب، تمام، فإنه لا بأس به بلا إشكال. المسألة الخامسة أيها الإخوة الكرام، أن التمذهب أنه نعم المسألة الخامسة جواز أخذ المتمذهب بقول إمامه ناسبا له إلى إمامه مع قناعته برجحانه بعد نظره في أدلة الأقوال. يعني رجل من المتمذهبين وصل إلى مرتبة التأهل والترجيح، فنظر في المسألة فترجح عنده قول إمامه الذي تمذهب بمذهبه، يأخذ به ولا يتركه؟ يأخذ به بلا إشكال. هل فيه إشكال في هذا؟ طيب لو أخذ به ولم ينسبه لنفسه ونسبه إلى إمامه، فقال هذه المسألة الصحيح فيها من مذهب الإمام أحمد كذا وكذا، أو الراجح فيها في مذهب مالك كذا وكذا، وأفتى الناس به ناسبا له إلى مالك، فيه مشكلة في ذلك؟ هل يأثم بعدم الإفصاح عن رأيه الشخصي وما تميل نفسه إليه؟ لا يأثم بذلك، واضح. والناس إذا جوزت لهم أن يقلدوك فلا بد أن تجوز لهم أن يقلدوا الأئمة الأربعة. يعني الآن إذا قلت والله أنا سأبين المستفتي هذا الذي جاء ليسألني سأبين له ما ترجح عندي من غير ذكر الدليل، خلاص، لأنه هو مقلد عامي، طيب هل تجيز له أن يأخذ بفتواك هذه وأن يقلدك؟ قال إيوة لا بأس. طيب إذا جوزت له أن يقلدك فهل تمنعه من أن يقلد أحد الأئمة المتبوعين الأربعة؟ ممكن؟ لا شك أنه غير ممكن أنك تجيز للناس أن يقلدوك وتمنعهم أن يقلدوا أحد الأئمة المتبوعين. ولهذا لو سئل الإنسان عن مسألة فحكى فيها قول غيره، طبعا هذه المسألة فرض المسألة في المفتي المجتهد، لكن أما بالنسبة لنا نحن معاشر يعني المقلدين فهذا واضح، لكن بالنسبة لعالم مجتهد أحمد بن حنبل مثلا ولا الشافعي، فسئل عن مسألة فقال فيها مثلا أحمد سئل عن مسألة فقال فيها قال مالك كذا أو قال الشافعي كذا، ما يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نقول لا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الأولى أن يكون يعتقد صحة قول الشافعي أو صحة قول المجتهد الذي ذكره، فهنا لا إشكال في جواز ذلك، تمام. الحالة الثانية أن يكون يعتقد أن القول الراجح غير ما ذكره هذا المجتهد، ولكنه يعتقد أن المسألة اجتهادية ليس فيها قاطع في الشريعة، وإنما هو نظر واجتهاد، فهل يجوز له أن يذكر مذهب غيره؟ يقول صاحب الإقناع وله يعني للمفتي أن يخير المستفتي بين مذهبه ومذهب غيره، لأنه لا يلزم الناس أن يقلدوك ما دام أنت تقول يجوز أني أذكر لهم قولي. طيب لماذا لا يجوز أن تذكر لهم قول الشافعي أو قول مالك؟ أليس هذا مجتهدا يجوز تقليده، صح ولا لا؟ نعم. ولهذا روي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال اذهب إلى حلقة المدنيين فاسألهم، فأحاله إلى غيره مع أنه يرى خلاف رأيهم. هذا بالنسبة لمحل الاتفاق في مسألة التمذهب. وننتقل بعد ذلك إلى بيان محل الخلاف. طيب إذن هذه المسائل متفق عليه، ما هو الذي فيه خلاف في التمذهب؟ هذا أولا. ثم هل هذا الخلاف خلاف حقيقي جوهري أو هو خلاف يعني فيه جزء من اللفظية، يعني جزء منه خلاف لفظي؟ نقول التمذهب في غير محل الاتفاق، ومعناه لزوم الإنسان لمذهب من المذاهب في التقليد،
وعدم الانتقال عن هذا المذهب. فيقول الإنسان غير المجتهد الذي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد، يقول أنا سأسير في التعبد وفي العمل على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، تمام؟ فما قال الشافعي رحمه الله تعالى بتحريمه امتنعت عنه، وما ذهب إلى جوازه يعني استبحت إتيانه. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة طبعا من غير إيش؟ من غير تعصب ولا إلزام الناس بذلك، يعني يقول أنا بالنسبة لي هذا، أنا عشان أريح راسي أشوف الناس اليوم المشايخ مختلفين، وكل مرة أسمع فتوى يمين وفتوى يسار، فأنا أبغى أريح نفسي وضميري وأمسك مذهب من المذاهب حتى لا أدع لنفسي مجالا لتتبع الرخص وللاضطراب في الفتوى. فما حكم هذا الأمر من هذا الشخص؟ وهذه المسألة لها ارتباط بمسألة تسمى التلفيق، وهي نقيض مسألة التمذهب. نقول هذه الطريقة اتجه بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى إيجاب التمذهب بهذا المعنى، وأنه يجب على المقلد، يجب وجوبا أن يلزم مذهبا من المذاهب، ولا يجوز له أن يلفق فيقول والله أنا بأخذ مرة أخذ بقول الحنفية، ومرة أخذ بقول الشافعية، ومرة أخذ بقول الحنابلة إلى آخره. وهذا سيأتي الإشارة إليه. ترى بالمناسبة تتبع الرخص هذا متفق على منعه، وسيأتي بيانه إن شاء الله في درس لاحق. طيب، إذن الاتجاه الأول من يقول بوجوب التمذهب، حتى قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله قال متأخر الأصوليين من جميع المذاهب مطبقون كلهم على وجوبه. وهؤلاء يستدلون بأن هذا أضبط للإنسان، وأنه يمنع من اتباع الرخص وما إلى ذلك. الاتجاه الثاني، وهو الاتجاه الذي ذهب إليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا الاتجاه لا يرى وجوب التمذهب، لا يرى أن التمذهب واجب، ولا يرى أن التمذهب ممنوع، ولكنه يرى أن التمذهب مباح. فالإنسان المقلد يجب عليه أن يصدر عن قول أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا فرق في ذلك، أو ويجوز له في ذلك أن يسأل عالما محددا من العلماء يقول والله أنا أقتنع بالشيخ فلان أن هذا هو يعني أفقه واحد في العصر الحاضر، أي مشكلة تصير لي أنا أسأل الشيخ فلان وأصدر عن رأيه. تقول له طيب أسأل الشيخ، لا 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 أبدا، بس الشيخ فلان ما أسأل غيره، تمام؟ فهو يتمذهب بمذهب هذا المفتي، أو يقول أنا بالنسبة لي أرى أن الإمام الشافعي رحمه الله قد جمع بين الفقه والحديث، وهو أول من صنف في أصول الفقه، وله فضائل ومناقب ومتفق على إمامته وجلالته، وأنا سآخذ في كل المسائل التي تعرض لي بمذهب الإمام الشافعي. واضح؟ طيب، هذا الخيار الأول، يعني الاتجاه الثاني، اتجاه أكثر العلماء يقولون المقلد بين خيارين، إما أن يلزم مذهبا، تمام، أو أن يسأل من العلماء من يثق في دينه وأمانته دون التزام بشخص واحد. فهذا الشخص اليوم نزلت به نازلة فاتصل على عالم من علماء الحنفية قال يا شيخ ما الحكم في كذا وكذا، قال له يجوز. اليوم الثاني اتصل على العالم الحنفي ما رد، قال فيه عالم مالكي، قال نتصل عليه، فاتصل به وسأله فأخذ برأيه. في اليوم الثالث سأل عالما شافعيا. هو لا يقصد في هذا تتبع الرخص، وإنما يقصد بذلك إيش؟ البحث عن الحكم الشرعي، فيسأل عالما في هذه المرة ويسأل عالما آخر في مرة أخرى. هذا اتجاه أكثر العلماء أن هذا جائز وهذا جائز. وبإذن الله عز وجل في اللقاء القادم نزيد توضيح في هذه القضية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم بشريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.